ضربة كبرى من الجيش المصري تزلزل مصر، بننشر لحضراتكم التفاصيل في الفيديو. وضربة خطيرة من قوات الأمن الليبية ضد المتسبب في قتل 16 مصريا، ننشر لحضراتكم التفاصيل العاجلة في الفيديو. وتحرك عاجل من الدولة المصرية ضد حمو بيكا في الإسكندرية. وهام بعد الجزائر وتونس، هل ستمتد الحرائق لمصر؟ ووفاة فنان كبير مساء أمس، ننشر التفاصيل. وعاجل بيان صادم من الأرصاد بشأن طقس 48 ساعة القادمة. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل لـ 1000 أعجبني على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر مهم معانا النهاردة، وضربة كبرى من قوات الأمن الليبية ضد المتسبب في قتل 16 مصريا. وأعلن اللواء 444 قتال التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية القبض على شخص تتهمه النيابة العامة بقتل 16 مواطنا مصريا في ليبيا عام 2016 رميا بالرصاص. وأفاد التشكيل الأمن الليبي بأن فرقة خاصة تابعة له كانت تعمل متخفية في ملابس مدنية قبضت مساء الأربعاء الماضي على شخص يرمز لاسمه بالحرفين حاء ألف. وأوضح اللواء 444 أن الشخص المقبوض عليه قام بقتل 16 مصريا مقيما في ليبيا عام 2016 رميا بالرصاص في مدينة بني وليد، مشيرا إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضده تمهيدا لإحالته للنائب العام. ووصف التشكيل المسلح التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية الرجل بأنه كان المتسبب من خلال عملية قتله الوحشية لمقيمين أبرياء من الجالية المصرية في ليبيا في إثارة حدة الغضب على الصعيدين المحلي والدولي، حتى أصبحت هذه قضية رأي عام تناولتها عدة قنوات مصرية وعربية. وشدد اللواء 444 على أن الحملات ضد الإجرام والجريمة ستتواصل ولن تتوقف. أضاف قوله: نذكر الجميع بأننا سنضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بأمن المواطن والمقيم، وأن القانون لا يتغير ولا يتبدل، والمجرم هياخد جزاؤه مهما فر من العدالة ولو بعد سنوات. يشار إلى أن وزارة الخارجية المصرية كانت أعلنت على لسان المتحدث باسمها في 27 إبريل عام 2016 أن مصر تتابع أنباء مقتل نحو 16 مصرياً في بني وليد شمال غرب ليبيا على أيدي عصابات التهريب بالمنطقة. وأوضح ببيان للخارجية المصرية حينها أن المعلومات الأولية المتوفرة تشير إلى أن عدد من المصريين من المهاجرين غير الشرعيين يتراوح ما بين 12 ل 16 شخصا لقوا حتفهم في اشتباك مع عناصر من عصابات التهريب، لافتا إلى أن السفارة المصرية تواصلت مع سلطات الطب الشرعي في تلك المنطقة لفحص الجثامين تمهيدا للتعرف على هوية الضحايا وإعادتهم إلى مصر. المصدر معانا كان من اللواء 444 قتال وآر تي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. تحية طيبة لقوات الأمن الليبية ولوحدة اللواء 444 قتال على ضبطهم للشخص المتسبب في استشهاد 16 مصريا في ليبيا. ربنا يرحمهم يا رب، وإن شاء الله نتمنى من القضاء العادل الليبي يعني الأخذ بحق المصريين. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا، وضربة كبرى من الجيش المصري تزلزل مصر، ننشر الآن التفاصيل. قوات المسلحة المصرية أعلنت أمس الخميس أنها واصلت أعمالها لملاحقة العناصر الإرهابية وسط وشمال سيناء، ونجحت في القضاء على 13 عنصرا تكفيريا. ولفتت إلى أن المواجهات مع المسلحين أسفرت عن مقتل وإصابة 9 جنود من القوات المسلحة. استشهاد وإصابة 9 جنود من القوات المسلحة.
وأضافت أنه واستكمالا لجهود القوات المسلحة للقضاء على العناصر الإرهابية بوسط وشمال سيناء، تمكنت قوات مكافحة الإرهاب من ضبط 15 بندقية آلية وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة و20 خزنة بندقية آلية. وأشارت إلى أنها ضبطت أيضا عدد من الدراجات النارية التي تستخدمها العناصر المسلحة في تنفيذ عملياتها الإرهابية، كما تم ضبط عدد من الهواتف المحمولة ومنظاري ميدان ومبالغ مالية من مختلف العملات. المصدر معانا كامل الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، وتحية طيبة للجيش المصري. ربنا يا رب يرحم الأبطال، أبطال سينا، ربنا يرحمهم ويرحم الشهداء يا رب ويصبر أهلهم. ننتقل مع بعض الخبر آخر معنا، وتحرك عاجل من الدولة المصرية ضد حمو بيكا في الإسكندرية. أزالت أجهزة حي العجمي في الإسكندرية حواجز مرورية مخالفة وضعها مؤدي المهرجانات حمو بيكا أمام منزله الخاص كائن بنطاق الحي، وذلك بعد ورود شكاوي من الجيران. وقال السيد موسى رئيس حي العجمي بالإسكندرية إنه فور ورود شكاوى من سكان أحد الشوارع المتفرعة من شارع السلام بالبيطاش عن وجود حواجز وسلاسل حديدية وضعها مؤدي المهرجانات حمو بيكا بشكل أعاق الحركة. تحركت حملة من إشغال الطريق لرفع تلك الحواجز، وأضاف أنه تم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وقال: لا أعرف حمو بيكا بشكل شخصي ولا أحد فوق قانون. مصدر معانا كان من بعض وسائل الإعلام المصرية، وخصوصا يعني صحيفة صوت الأمة. طبعا وبكل تأكيد لا أحد فوق قانون، إذا كان يعني مؤدي مهرجانات أو فنان كبير أو ممثل أيا كان، لا أحد فوق القانون. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل، وقولونا رأيكم في هذا التصرف. يعني مش عاوز أقول يعني كلمة ممكن تجرح هذا الشخص، ولكن يعني تصرف لا يليق باحترام الجار. تعالوا ننتقل مع بعض الخبر آخر وهام بعد الجزائر وتونس. هل ستمتد الحرائق إلى مصر؟ اندلعت في عدد من الدول حرائق غير مسبوقة بسبب ارتفاع درجات حرارة الأرض والتغيرات المناخية، حيث صنفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية موسم هذا العام صيف الحالات الجوية الطارئة. وتنتاب كثيرون مخاوف من أن تشهد مصر حرائق أو فيضانات أو تغيرات مناخية حادة خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع حرارة الجو وعدم استقرار الطقس. وفي هذا الأمر تحدث محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة المصرية، توقعات باندلاع حرائق في مصر على غرار ما حدث في الجزائر ولبنان وتونس. وقال في تصريحات خاصة للقاهرة 24: لا إمكانية لحدوث حرائق في مصر، وذلك لعدم وجود غابات أو أشجار كثيفة في مصر. وأوضح أنه حتى أشجار الفاكهة الموجودة بكثرة في البلاد لا يسمح المزارعون بوجود الأفرع الجافة فيها، ويزيلونها باستمرار منعا لحدوث أي حرائق. واندلعت حرائق في دول مطلة على البحر المتوسط، حيث شهدت تركيا واليونان والجزائر حرائق للغابات غير مسبوقة، فيما لم تسلم تونس المجاورة للجزائر من الحرائق أيضا، حيث سجلت خدمات الطوارئ التونسية 15 حريقا في الشمال والشمال الغربي دون وقوع إصابات. وتسببت حرائق غابات عقار بلبنان بوفاة فتى يبلغ من العمر 15 عاما، ربنا يرحمه. ولكن المصدر معنا كان من القاهرة 24. يعني بكل بساطة مصر من الصعب حدوث بها حرائق، لأنه كما ذكر المسؤول يعني أن مصر لا يوجد بها غابات أو أشجار كثيفة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر معنا، وللأسف وفاة فنان كبير مساء أمس. وأعلن الفنان المصري عزوز عادل عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في مصر وفاة الفنان محمد جبريل. وأشار عادل إلى أنه لم يتحدد حتى الآن موعد الجنازة. محمد جبريل ممثل تلفزيوني ومسرحي، تخرج في كلية الزراعة وعمل في السينما المصرية في بعض الأدوار المساعدة في ثمانينيات وتسعينات القرن الماضي،
وقدم جبريل العديد من المسلسلات التلفزيونية، كما عمل في الأفلام التي أنتجها قطاع الإنتاج بالتلفزيون وبعض المسرحيات التلفزيونية. ومن أشهر مسلسلاته الرجل والحصان عام 1982، ومحمد رسول الله عام 1984، والراية البيضاء عام 88، وساكن قصادي عام 95، وباب الخلق عام 2012. المصدر معانا كان من صحيفة صدى البلد، ربنا يرحمه يا رب ويغفر له إن شاء الله ويصبر أهله، يعني الفنان محمد جبريل، فنان يعني اللي هيعرفه جيل السبعينات وجيل الثمانينات هيعرفه، يعني فنان الكبير محمد جبريل، ربنا يرحمه إن شاء الله ويصبر أهله بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل بيان صادم من الأرصاد بشأن طقس 48 ساعة القادمة. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس 48 ساعة القادمة، حيث تستمر درجات الحرارة في ارتفاعها على كافة أنحاء الجمهورية، حيث يكون الطقس شديد الحرارة ورطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب مصر، ومائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية. ويكون طقس 48 ساعة القادمة ليلا معتدل الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وباقي الأنحاء بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية. إما عن الظواهر الجوية المصاحبة لطقس 48 ساعة قادمة: الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، يصاحب ذلك نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. وتكون درجات الحرارة خلال طقس 48 ساعة قادمة كالتالي: القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى والصغرى 25، السواحل الشمالية الغربية 33 عظمى صغرى 26، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 28، شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 26، جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 28. وبالنسبة للرطوبة خلال الطقس 48 ساعة قادمة: القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى والصغرى 35، سواحل الشمالية الغربية 85 للعظمى والصغرى 40، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30، شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25، جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15. وتكون حالة الموج خلال طقس 48 ساعة قادمة في البحرين الأحمر والمتوسط مرتفعة، فتتراوح ما بين 8 إلى 6 أمتار، وتكون سرعة الرياح تتراوح من 20 إلى 25 عقدة. وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه لا يزال منخفض الهند الموسمي له سيطرة كاملة على معظم أنحاء الجمهورية باستثناء منطقة السواحل الغربية، لتظل درجات الحرارة مرتفعة ما بين 37 ل 38 على القاهرة والوجه البحري، وتزيد على جنوب مصر لتصل 42 درجة ليكون الطقس شديد الحرارة هناك، بينما تنشط الرياح على الساحل الغربي وترتفع الأمواج لتصل إلى مترين تقريبا، وتسود أجواء معتدلة خلال الأيام المقبلة.